دي سرقة، اديني كل فلوسك. باربرا، هي بنت شريرة جدك. أوكي، أرجوكي ما تضربيش. ألو، البوليس؟ ليليان، هي بنت عادية. شارون، هي بنت طيبة جدا. فين المجرم بتاعي؟ وبس، كنت هقع. أرنب، أنت مقبوض عليك، لازم هترجع الفلوس. برنش، أنا كمان هديك شوية فلوس، لكن ما تسرقش المحلات بعد كده. ها؟ ممسحة خضراء، ممسحة حمراء. يا بنات، اثبتوا، أنا في أمان. ما تمشوش على الأرض المبلولة، سمعتوني؟ ها؟ باربا، ما تروحيش هناك، بتعملي إيه؟ مين مهتم بالقوانين؟ ها؟ هتندمي انتي واصحابك. انا هساعدك، مسح الارض صعب جدا، انا حاسه بيكي قوي. الروحانيه روزيتا بتشوف كل حاجه. ليليان، هيكون عندك طفل عادي. شارل، طفلك هيكون شرير جدا. وانتي يا باربا، هتخلفي ملاك. ده حقيقي؟ لا، انت لخبطتي كل حاجه. ده العكس، ده طفلي انا. ايه، الكره السحريه باظت تاني، انا محتاجه اعمل لها ريستارت. انا هعمل شاور مفاجئ للبنات. ليه منفعش؟ هو منفعش مع شارون كمان؟ هو ايه مشكلته؟ المقلب بتاعي فشل. باربرا، ايه المشكلة؟ ما تقلقيش، المقلب بتاعك هينفع المرة الجاية. اتفضلي، نشفي نفسك، وإلا هيجيلك برد. يلا نتفرج على تروم تروم، في فيديو جديد نزل. اديني ريموت، انا عايزه اتفرج على فيلم رعب. انتي اديني ريموت، انا ممكن احل الخلاف ده. ها؟ خلاص كفايه، انا بقرا هنا. ده ما كانش لطيف. أوي، شفتوا؟ بقى فيه سلام وهدوء. أو هدايا، أنا عايزة المتوسطة، والبوكس الصغير أنا هاخده. خاتم، جميل أوي، حبيته. فلوس كتيرة جدا، هدية لطيفة، أنا عايزة أكبر واحدة. ايه اللي في البوكس العملاق ده؟ سكويشي صغيرة؟ انتوا بتهزروا؟ اوتش، حبيبي بيحب الكوكيز اللي بعملها. اهو جه كوكيز رومانسية، يلا نسخنهم شوية. ايه اللي بيتحرق؟ لا، دي كوكيز ليليان. انا عندي فكرة، ده هينفع. كوكيز شاي رومانسية، خلاص. اهلا يا حبيبي، اتفضل، أنا عملت لك كوكيز، اقعد. ليليان،
انت بتخبزي حلوة قوي. أنقذت الحب. خطتك فشلت يا باربرا. يا بنات يلا نعمل فوتوشوت. فكرة هايلة. يلا نعملها. يلا. طيب شكلي كويس؟ طلع رائع. بصي. يايكس. أنا مش عاجبني أي واحدة فيهم. وقتك خلص. شارون دورك بعد كده. لو الصور بتاعتي طلعت وحشة، صور شارون لازم تكون بشعة. اتفضلي. رائع. أهي صور ليكي شكلها طبيعي. شارون بصي كده، شكلك حلو في كل الصور. شكرا يا ليليان، انت افضل مصوره. كل سنه وانت طيبه يا ليليان. يلا افتحي الهدايا بتاعتك. واو واو، يونيكورن سيمبل ديمبل، لطيف قوي. اهي الهدايا بتاعتي، انا جبتها ليكي مخصوص. مين كان يفتكر؟ شكرا. دلوقتي تمني امنيه. ليليان طفي الشمع. استني أنا هعمل. لو عطستي تخسري. كل سنة وانت طيبة يا ليليان. ليه؟ بالمناسبة الكيك رائعة. مية منعشة، عملتها. إصابة في الهدف. أنا عطشانة قوي. أوبس ما جاتش. غلطت تاني وتاني وتاني. ما جاتش. مش بعيدة قوي، بعيدة جدا. ده كان مسلي. للأسف الكوبايات خلصت. ها؟ فين كل الكوبايات؟ أنا لازم هشرب من الحنفية على طول. هاي، خمنوا ايه اللي في العلب؟ دي الماسكات بتاعتنا. دلوقتي حاولوا تخمنوا مين اللي تحت كل ماسك. اي واحدة البنت الشريرة والبنت العادية، واي واحدة البنت الطيبة جدا. قولولنا اجاباتكم في التعليقات. انا جعانة لكن مفيش اكل. بنات يلا نطلب بيتزا. كلمي المطعم. هاي، نحب نطلب بيتزا. كل ما يكون أسرع يكون أحسن. البيتزا بتاعتنا هنا. شكرا. ده علشان مجهودك في الشغل. شكرا قوي على الدليفري السريع. صديقي رايح فين؟ اديني الفلوس. ده نصيبي. اكل ايه على العشاء النهارده؟ كورن فليكس. وباور بار. ده مقرف. اورنج جوس مش وحش فعلا. مستحيل. أيوة أنا في محل بشتري طلبات. أنا نسيت العصير. أيوة طبعا. إيه؟ مين اللي أكل أكلي؟ هو كان في فرن في المحل؟ باربرا؟ أعتقد إن أنا أكلت كتير. أنا محتاجة برتقال. فين البرتقال؟ كان هنا في مكان. طيب أنا هستخدم موز. ها؟ تاني؟ أعتقد أنا عارفة إزاي أعلم الشبح الطماع ده درس. ده سلايم. ها مسكتك يا حرامية. أنا كنت عارفة إن أنتي.
قولونا في التعليقات أي بنت عجبتكم أكتر،